انا من برج العقرب. انا برج العقرب. انا برج العقرب. بصراحه انا مش بقتنع قوي بموضوع الابراج، بس اكيد بحب اتابعهم كتير قوي يعني على السوشيال ميديا. تقريبا كل الصفات العقربيه اللي في برج العقرب حاملتها. دايما بطلع في الانترنت على البرج تبعي شو الخصائص تبعك. المراه العقرب شو بتحب شو بتكره، دايما بلاقيها تقريبا نسبه 88% انها ظابطه. الصفات المش منيحه انه بعصب اوقات دغري وبزعل عشية اوقات بلا طعمه. ما بعمل شيء. ما تعصبي يا مبال انت اشتغلي. لا مش قصه هيك، بس انه ما لقيت حدا. بس يعني مهضومه وانه فاني وبحب هيك اعمل جو ونكت وامزح. نظاميه وبتحب تلعب، بس في شغلي اوف الغيره. بغار تخيلي من امي لتكون حدي بتسلم على اخوه، ما بتسلم عليه كثير، بغار هيك ما بعرف ليش. بعدين لقيتها هي صفة من صفات برج العقرب. شو بدي ساوي؟ أكثر حاجة بحس نفسي شوية شبهها إن أنا بكتم غضبي، مش بزعل بسرعة، ولو يعني زعلت من حد دايما يعني بديله مبررات كتير قوي. لا مش عارفة ليه المرة دي، بس فعلا كان عندي خوف أكتر من اللازم امبارح. شيء فيي انه انا اول شيء انه ام شاي بيرسون، بس بعدين انا ما بلش فوت بالجو كثير يعني بتغير بنقلب كليا. صفات ان انا قلوقه شويه، يعني دايما بفكر في المستقبل، بفكر في حياتي قدام، وده عامل لي دايما توتر. دي حاجه ما بحبهاش. حاجه ثانيه اللي قلتها من شويه ان انا من النوع اللي بكتم غضبي، مش عارفه يمكن مش باخد على الناس بسرعه، بس يعني بعد كده بتبقى علاقتي معهم كويسه قوي، الناس اللي بقرب منهم.